قرقوش المدينة التي غادرها أهلها المسيحيين مجبرين بسبب الإرهاب وحرموا من تأدية طقوسهم وأجبروا على ترك كنائسهم. اليوم وبعد أن تحررت الموصل ومدنها على يد قواتنا الأمنية عادت الحياة لكنيستها من جديد تنبض مع ترانيم وصلوات أهلها. صفحة العراق جديد نقلت لنا الأجواء من هناك. الأهالي تتمنى أن ترجع وتعيش في مكان تواجدها من الأول. هالمكان هو فعلا بالنسبة لنا هو جدا مقدس أكيدا، لكن أيضا هو عزيز لأنه يربطنا بتاريخ أهلنا. نعتز نحن بالكنيسة رغم ما هي فعلا محترقة مثل ما تشوفون، وإن شاء الله بجهود الخيرين الطيبين تعاد الكنيسة إليها حلتها الجميلة. أنا منذ شهر تشرين الأول يعني بعد تحريره بكم يوم جيت هون واحتفلت بالقداس الأول وعدت القداس بعد ثلاثة أيام ثم بعد أسبوع، وهذا هو القداس اللي يكون 15.